طيب دلوقتي هنرجع للريجسترز مرة تانية، بس المرة دي هنتكلم عن الريجسترز اللي في 8086 بس. يعني في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم على الريجسترز اللي موجودة فيه من أول 8086 لحد كور 2 بروسيسور، لكن دلوقتي احنا خلاص هنتكلم بس عن الريجسترز اللي موجودة في 8086. فاتفقنا ان احنا عندنا هنا اللي قدامنا دي كلها هي مجموعة الريجسترز اللي موجودة في البروسيسور من 8086 لحد كور 2، لكن الريجسترز اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي موجوده في 8086 بس هي اللي باللون الجريني، اللي هي مجموعه الريجسترز دي ودي، تمام؟ فنلاحظ ان كلهم عباره عن 16 بت ريجستر. تعال نرسمهم مع بعض كده بسرعه. مجموعه الريجسترز اللي في 8086 بروسيسور نرسمهم مع بعض. طيب اول حاجه عندي 4 ريجسترز اللي هم EX BX CX DX، اول اربعه دول. يبقى انا عندي اول حاجه 4 ريجسترز، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. اول واحد اسمه EX، ثاني واحد اسمه BX، ثالث واحد اسمه CX، رابع واحد اسمه DX، يبقى EBCD وكلهم 16 بت ريجسترز. يبقى العرض بتاعي هنا 16 بت ريجسترز من اول هنا لحد هنا، تمام؟ وكل واحد فيهم متقسم ل لو وهاي، EL و EH. يبقى اول واحد متقسم ليه EL و EH، برضو تاني واحد الأربعة متقسمين، تمام؟ تاني واحد هيبقى BL BH CL CH DL DH، تمام؟ دول كده أول أربعة ريجسترز وكلهم عبارة عن 8 عبارة عن 16 بت، والواحد فيهم أو الريجسترز ده 8 بت وده 8 بت، ده 8 بت وده 8 بت وهكذا. طيب ده بالنسبة لأول أربعة ريجسترز. طيب برضو أسمائهم بسرعة كده، أول واحد اسمه الأكيميليتور ريجستر، خلينا كده نجيب الأسماء من هنا. أول واحد اسمه الأكيميليتور ريجستر، تاني واحد هنا ده اسمه البيز ريجستر اللي هو البي، تالت واحد اسمه الكاونت ريجستر، تالت واحد اسمه الداتا ريجستر، ماشي؟ يبقى أكيميليتور بيز كاونت داتا، دول كده أول أربعة ريجسترز. بعد كده عندنا ريجسترز تانية ممكن نرسمها مع بعض. عندي حاجة اسمها البيز بوينتر، اسمه بيس بوينتر، وعندي ريجستر سورس اندكس، وعندي ريجستر تاني اسمه ديستنيشن اندكس، تمام؟ وعندي واحد رابع اسمه الستاك بوينتر. طيب الاربع ريجسترز دول كلهم 16 بت ومش متقسمين، يعني هم مش متقسمين لو وهاي زي اول اربعه، تمام؟ كل واحد منهم ليه وظيفه معينه هنعرفها مع بعض دلوقتي. طيب بعد كده عندي تو ريجستر تانيين، واحد اسمه الفلاج ريجستر، ماشي؟ الفلاج، واحد اسمه الانستراكشن بوينتر. وبعد كده عندي الاربعه ريجسترز الاخرانيين اللي هم الاربعه ريجسترز بتوع السيجمنت ريجسترز. انا عندي اربعه كمان، ممكن بس هرسمهم كده بايه بمسافه ضيقه شويه عشان المسافه مش هتقدم معانا. واحد اتنين تلاته اربعه. واحد اسمه هما بترتيب بقى كده سي اس كود سيجمنت و دي اس داتا سيجمنت، واحد اسمه اس اس ستاك سيجمنت، والاخير اسمه اي اس اكسترا سيجمنت. طيب هنعرف كل واحد منهم بقى ودور كل واحد بالتفصيل دلوقتي. احنا طبعا عرفناهم لما كنا بنشرح الرسمه بتاع ال 8086 لحد كور 2، بس هنشرحهم تاني وهنرجع عليهم تاني بسرعه. طيب دي كده رسمه المعالج. زي ما قلنا المعالج من جوه بيتقسم ل اكسكيوشن يونت وباس انترفيس يونت، ماشي؟ وبيبقى معاهم مجموعه الريجسترز دي. فدي كده الريجسترز اللي في 8086 اللي احنا هنتكلم عنها، تمام؟ وده كده كله على بعضه المعالج، والمعالج ده بيتفاعل او بياكسس الميموري. طيب هنا بقى بلخص لك كل الريجسترز. احنا برضو عارفين الريجسترز متقسمه لمالتي بيربز وسبيشال بيربز. المالتي بيربز بقدر استخدمها في اي حاجه، لكن السبيشال بيربز مخصصه بس لوظائف معينه. طيب نراجع عليها بقى بسرعه. احنا قلنا الاي اكس اكيميليتور بيستخدم كاكيميليتور، فهو ممكن استخدمه في اي حاجه في الدنيا، بس في العاده بيستخدم ايه؟ ان هو بيشيل الريزلت او الناتج بتاع عمليه المالتيبليكيشن وديفيجن، عمليه الضرب والقسمه، ماشي؟ عندي بعد كده البي اكس. البي اكس ده بسميه بيز اندكس، وده زي ما قلنا احيانا بيشيل الاوفست ادرس لوكيشن للميموري. يعني لو انا عندي ادي الميموري وعندي مكان هنا في الميموري وعندي مكان تاني هنا في الميموري، مثلا انا واقف وبشاور هنا وعايز من وانا واقف في المكان ده
اشاور على مكان تاني حواليها باوفست معين، مثلا هنا انا واقف عند 0 اكس 50 وهنا 0 اكس 80 مثلا، فانا عندي هنا ما بينهم اوفست او مسافه ب 30، فالمسافه دي ممكن اشيلها في ان ريجستر، عاده بشيلها في البي اكس ريجستر، وده اسمه بيس اندكس، يبقى هو بيشيل الاوفست ادرس. طيب بعد كده السي اكس، السي اكس ده في الاغلب بيشتغل ككاونتر، ودي برضو كنا شرحناها قبل كده. لو انا عندي فور لوب، فالفور لوب دي فور مثلا اي ايكوال تو 0، اي اقل من 20، اي بلس بلس، تمام، وهنا هعمل اي وظيفه معينه. فالكود ده بيترجم اسمبلي كايه، بيترجم اسمبلي ان الاي بتبدا بصفر، او الاول هو كسي بيبقى كاونتر الاي بتبدا بصفر، بعد كده بتاخد واحد، بعد كده بتاخد اثنين وهكذا. فالكود ده بعد كده بيترجم لاسمبلي، ففي الاغلب بستخدم السي اكس ريجستر ده او الكاونتر ريجستر ده، ان هو مره بياخد صفر، مره بياخد واحد، مره بياخد اثنين وهكذا، تمام. فالسي اكس ده بيستخدم ايه؟ بيستخدم ككاونتر. بعد كده عندي الدي اكس، فده بيستخدم ك هو اسمه طبعا داتا ريجستر، وبيستخدم برضو عشان يشيل عمليه الضرب، ناتج عمليه الضرب او الاسم. بعد كده عندي البيس بوينتر، البيس بوينتر ده بيستخدم كبوينتر، لو احنا عارفين البوينتر من ماده سي او سي بلس بلس، لو انا عندي مكان معين في الميموري فيه داتا معينه، وليكن المكان ده فيه مثلا داتا ولتكن 20، والعنوان اللي فيه الادرس ده او الرقم ده اللي هو 0x50، فانا اقدر بالبيس بوينتر ده اخليه يشاور على الداتا دي عن طريق ان احط في البيس بوينتر ده 0x50، فهو كده هيشتغل كبوينتر. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل في المرات الجايه، وهنحل عليه مسائل كتير، فاحنا بس هنا بنشرح الصوره العامه. فالبي البي البي بي ده عاده بيستخدم كايه؟ كبيس بوينتر. بعد كده عندي التو ريجسترز المرتبطين ببعض، اللي هم الديستنيشن اندكس والسورس اندكس، الاثنين دول بيستخدموا عشان السترنج من مكان لمكان، زي ما قلنا قبل كده برضو. لو انا عندي هنا الميموري، هنا مثلا عندي كلمه عماد عباره عن سترنج، عايز انقلها من مكان لمكان تاني، عايز انقلها هنا، فهنا بحط بخلي السورس اندكس ريجستر يشاور هنا، والديستنيشن اندكس يشاور هنا، وبنقل كلمه عماد دي من هنا لهنا، وهناخد برضو مسائل على الكلام ده بالتفصيل. طيب دول كده المالتي بيربز ريجستر. بعد كده هندخل على السبيشال بيربز ريجستر. اول حاجه عندي الانستراكشن بوينتر، الانستراكشن بوينتر ده بيشاور على النكس انستراكشن اللي هتتنفذ في الميموري. يبقى انا عندي هنا الميموري فيها مجموعه من الانستراكشن، وليكن مثلا هنا اد، بعد كده وليكن موف، بعد كده سب، فانا عندي الانستراكشن بوينتر ده بيشاور على الانستراكشن اللي هيبقى عليها الدور في التنفيذ، تمام. بعد كده عندي الستاك بوينتر، الستاك بوينتر ده في اريا اسمها الستاك، فهو بيشاور على الستاك فيها. يعني ايه؟ برضو عشان نراجع الحته دي تاني، عندنا هنا الميموري، او خلينا نرجع للرام دي، اصلا دي شكل الرام. الذاكره دي متقسمه ل 4 سيجمنت، ماشي، 1 2 3 4. اول واحد ده بنسميه الكود سيجمنت، ثاني واحد بنسميه الداتا سيجمنت، ثالث واحد بنسميه الستاك سيجمنت، رابع واحد بنسميه الاكسترا سيجمنت، تمام. طيب ايا كان الكود سيجمنت ده هو اللي بحط فيه الانستراكشن بتاعتي زي الاد والصب وهكذا. بعد كده عندي الداتا سيجمنت ده بحط عليه الداتا او الحاجات اللي انا هشتغل عليها، زي مثلا هعرف فاريبل اسمه اكس وبيساوي 50، او انت اكس بيساوي 50، ده في السي، فهي كل الداتا بتتعرف فيه الداتا سيجمنت. بعد كده عندي الستاك، الستاك ده بعرف فيه الداتا المؤقته وهناخده كمان شويه. بعد كده الاكسترا سيجمنت ده بخليه كسيجمنت احتياطي لو انا عايز استخدمه او حاجه، فهو موجود كاحتياطي. طيب عندي بقى الستاك بوينتر اللي كنا بنتكلم عنه ده، هو بيشتغل كبوينتر بس في الحته بتاع الستاك بس، فهو بيشتغل كبوينتر بس في الحته بتاع الستاك بس، دي هي فكره الستاك بوينتر. بعد كده عندي الفلاجز، الفلاجز ده هو عباره عن ريجستر في مجموعه من البيتس، كل بيت بيديني مؤشر معين لحاجه معينه. يعني مثلا لو حصل كاري او لو حصل اوفر فلو في بيت اسمه الاو، هيبقى هيعمل لي اوفر فلو، يعني هيبقى بواحد. مثلا لو حصل كاري، لو بجمع رقمين وحصل كاري، هيبقى الكاري ده بواحد وهكذا. طيب بعد كده عندي مجموعه السيجمنت ريجسترز اللي هم الاربعه سيجمنت ريجسترز، الكود سيجمنت والداتا سيجمنت والستاك سيجمنت والاكسترا سيجمنت، كل واحد من دول بيشتغل كبوينتر لحته او معينه فيه او سيجمنت معينه في الستاك. يعني عندي هنا الكود سيجمنت والداتا سيجمنت والاكسترا سيجمنت، او الاول الستاك سيجمنت والاكسترا سيجمنت، كل واحد منهم بيشاور على حته معينه في بدايه كل سيجمنت، تمام. فالاربعه ريجسترز دول مخصصين ان هم يشاوروا على حته معينه في الذاكره. طيب هي دي كده مجموعه الريجسترز اللي عندي، وزي ما قلت انا ممكن اكون بشرح بسرعه دلوقتي، بس الكلام ده بعد كده هناخده بالتفصيل وهنحل عليه مسائل كتير. طيب كده خلاص شرحت الحته بتاع الريجسترز في ال 80 86، يبقى احنا كده خلصنا لحد فين؟
احنا كده خلاص اخدنا نظره عامه على 80 86 وكور 2 بروسيسورز. وبعد كده هنا في الجزئيه دي خلصنا ال 80 86 بروسيسورز نفسه، اخدنا الريجسترز اللي عليه. الفيديو الجاي باذن الله هناخد مقدمه بسيطه عن الاسيمبلي لانجويج بالنسبه لل 80 86 بروسيسور.